إيمان كشيء قرأ لغو قبو باين الرحمن كقول كيف ما سور مقايبة يقول كيف فردوسية شنو قرص وليجية قانقار هدي آتيهين قرأ لغو باري وحيجي نقيمها كسوغن قرص كيلاشا قرآن كي يسنها الله يسكول ريان لك لقادين قادا ديگو دانا برتي يسيدا وحلو قيحو أو تفسير كوا لغو قيافر قلوب تينا قياما حقي سا دوان لغو القول ياي دديو قادر كيني وعنا قاتا أمر كيسا. الحمد لله والثناء لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن والاه. أما بعد، وعن كبلا بين آيات بقول سغاشا إيشان كم إذا سورة آل عمران. قال الله تعالى إلهي باوحولي فاستجاب لهم ربهم إلهي ذو أقبل المؤمنين تدعيستي ضدك عقلي قبضنا دعيستي إلهي وأقبلي أني بأني بويري أنو لا أضيع لمن مايو عمل عامل من عمل سمية أو منكم إذن كيدن كمدا عمل كيسة كل من مايو من ذكر أو أنثى لبي يردك متك استبه هذا بعضكم من بعض إذن كوا استهينو بسقو كيمد باته فالذين هاجروا ددك إلهي درادي وقحي وأخرجوا من ديارهم قريه وذن الله قصاري وأوذوا في سبيلي أني قد دراد دي لور دي بيبو لهين وقاتلوا وقتلوا عدو قلد قال لما يلدي لي يقلد لي لو كفرنهم لو كفرن وان رافي دون عنهم يقل سيئاتهم كففكو دان كر رافي وان كر رافي ولو ادخلنهم وحن قلين دونا وان قين دونا بو لهي لجنات بيرو تجري اي قلقليس من تحتها الانهار هو السيد وبياشي لشاقيب قلقلي ثوابا من عند الله أبا المرنبا ربي وسي أكتي سكاهات والله إلهي عنده أكتي سوحا هذا حسن الثواب أبا المرنتي ونك سني لا يغرنك يي كل قوينينا يكدقينا يكوكو كذيني قفيهو تقلب الذين كفروا هو قال ذا إسلام الرقى إسلام الرقى يا في البلاد الدنيا ذا إيوه للك دحديث متاع قليل وحاسوا ألابي رير راحيا ثم مأواهم جهنم هل كيدق يا أنا الله وقرشي ونار جهنم الله يراه وبيس المهاد وقلنا يضع أحن خير كمي هلين يقول أرنتها لكن الذين اتقوا ربهم كوي إله هذا كعب صدي لهم وحي لين جنات بيره تجري من تحتها الأنهار وستيد وبياشوا يقول قليا خالدين فيها ويكواريا نزلا من عند الله أنزلهم الله نزلا إلهي وسوريي من عند الله سوريا إلهي أكتي سكاهات وما عند الله خير إلهي أكتي سوحا هذا إساقا أيا أوناك بدن للأبرار سما فلاياش وإن من أهل الكتاب ذاتك الكتاب كاللسيي يهودي النصارى ذا وحكم ذا لمن يؤمن بالله قال إلهي الرميني وما أنزل إليكم كتاب كان قرآن كلا إذن كسود دشينا الرميني وما أنزل إليهم كتاب ذي لغو سود دشينا الرميني خاشعين لله إلهي نوى يسلل لغانو وحيهن كوباهي وموجسانيا لا يشترون بآيات الله إلهي آياتي سكما يبسدان وكما الدور صدان ثمانا قليلا لعقيري أدنيا كوبا أولئك اللهم أجرهم كواسي أذال كودي بي كليهين عند ربهم إله وذا أكتيس إن الله سريع الحساب إلهي حسابتي سوى دقدق بضانتهاي أكما عسلا تصدى تدك أدنيا ذا وعلص يا أيها الذين آمنوا دتك إلهي رمي واصبروا صبرا وصابروا عدونا لا صبر تمسدوا الصبر يا سك بضن ورابطوا دفاع أتكيست يا رفيسك واتقوا الله إلهي كعب صدى لعلكم تفلحون سيئة أولي بانتان فاستجاب اللهم وحي جواب تهي دعادي ديري أولياء إلهي يكو إلهي جعلاء دعايستين هل كائن درسي آهر أم عشر كاهر كسو أرقني آخر كيس إلهو كان نسي إلهو كان نقبت باد وحي إلهي كم مقنقل ياني وحي إلهي كعطسان يابا أو بضان دن بنافية چن وحي سوصو روريس التخلية ثم تحلية انت تكورت إلهي والتخلية كسو ما يدن بقى كالناف كدبنا وقرحيا ونعمي وشنادا سيو ومغفرة إيا الرحمة ساسي سودة بتاقين وقفكو هذه يتشار اسم قرحيا لارونا اكسن مقشادة
udgoon ma helo ilaa uu iskaga iska reebo horta markaa uskaga ilaahay naga reeb iyo inkaaraha dunuubtu ay leedahay ayay ku ducaysteen oo jannadana nasii iyo wixii rusushaada aad noo soo farta fastajaaba lahum rabbuhum marka ilaahoodii baa aqbalay marka siin iyo ta wada socda hadii jeer dalabiyataan baa la yidhaah markaad istafcala isticmaalayso oo markaad wax doonayso laakiin imika halkan ilaahay waxba ma doonayo isagaaba codsigoodii aqbalaye siinta iyo taadu way adkaynayaanuna bimacnaa faajaaba lahum wey faajaaba lahum rabbuhum codsigoodii ilaahay baa u aqbalay rabbuhum waxay sheegaysaa damiirkaa ilaahay iyaga uu si idaafeeyey waa sharaf qofka ilaahay sidaa u baryaa sharaf buu leeyahay addoon waxa u wanaagsan ka ilaahay gacmaha hoos dhigta addoon addoonnimadii buu caddaystay marka ilaahoodii ay ku rajo weynaayeen wuu aqbalay marka adiguna ilaahay ku uruur oo bari si uu ku aqbalo waxyaabuu markaa ugu jawaabay waxaa ka mid a qof camal sameeyey camalkiisa ka lumin maayo waa ilaahay addoommaha ma dulmiyo wuxuu kuugu dara mooyaane wax wanaagsanood samaysay wuu ku siinuun ku abshirtaa labi iyo dhadig mid kastaba ahaada isku qaluun baa tino ilma bani aadan baa tin idinkaa ilaahay u siman ilaahay idinkale eexan maayo qof waliba wixii uu sameeyey diyaar buu yihi ayuu ilaahay uleeyahay waxyaabaha ilaahay uu jecel yuu ku ammaanay dadka ee jannada iyo wanaagga uu kaga abaalmarinaya acmaasha ana waa kaa ilaahay isdaba dhigay afar arrimood haaj waladiina faladiina haajaruu waukhrijuu wauuduu waqaataluu acmaal waaweyn bay sameeyeen dadkaa naftooda quuray ee maalkooda quuray ee ilaahay daraaddii duruufta iyo dhibka adag ee u qabsaday anna diyaar baan ulaahay baa ilaahay uli wixii ay ka cawdeen inaan ka dulqaado waxay codsanayaanna aan siiyo low kafiranna canhum sayi-aatihim walawdkilannahum jannaatin tajrii min taxtiha alanhaar laba jeer baa ilaahay uu soo celinaya laakin aladiina taqaw rabbahum lahum jannaatun tajrii min taxtiha alanhaar wasa aynu sheegayno marka hore waxa laga dhaafay sayi-aadkoodii waa sida ay codsadeen waxala wixii dembi ahaa o dhan addoommuhu dembigay ilaahay ka galeen wuu ka dhaafayaa ka ay iyagu dhexdooda iska galeenna ilaahay kuma adka inuu awliyadiisa wanaagsan isaga ka amar qaata ciddii ku lahayd ka raalli geliyo oo dadka qaarkood baa aakhiro la qabsanaya bani aadamka la qabsanayaan marka cidduu doonayo ilaahay inuu badbaadiyo kaasuu raalli gelinaya qabsaday oo uu ka reebaya taasina markaa waxa weeyaan mar hadduu ilaahay janno siiyey iyo abaalmarin wanaagsan way guulaysteen way guulaysteen digniin buu ilaahay bixiyey marka dadka in badan jannadan ilaahay iyo guushan aakhiro iyo raalli noqoshahan waxa seejiya iyagoo sii eegaya adduunyada laa yaqhurannaka taqallubu aladiina kafaruu fi lbilaad markaa taasiyay idindagine aakhiraha u seegina adduunyada waa digniin waa alaab yaroo kooban raaxo yaroo kooban oo laga tegi doono markaa in fara badan waxa seejisa raalli noqoshaha ilaahay iyo janno uu helo intaba dadka waxa seejiya intuu qofku u ordayo adduunyo waxa aayadda ilaahay uu xusay haddaba dadkii ahlu kitaabka la odhan jiray inaanay isku mid ahayn inay ka soo baxeen dad ilaahay rumeeyey oo kutubta rumeeyey oo kitaabkoodii hore ku dhaqmay oo ilaahay subxaanahu watacaala isu dhiibay oo aadaab wanaagsan oo ammaanadii si fiican u sheegay kuwaa sida mu'miniinta kaleba ilaahay u abaalmarinaya ulaa'ika lahum ajruhum cinda rabbi gabagabada suuraddani waxay noqotay baaq ilaahay u jeediyey dadkii awliyadiisa ah ee mu'miniinta ahaba ilaahay uu baaq u jeediyey waxaasoo dhibahee suuraddu ay ka soo hadashay ee dhan walba ka imanaya naftay ka imanayaan shaydaankay ka imanayaan gaalkay ka imanayaan dabeecadda adduunyaday ka imanayaan waxaasoo duruufo ah waxyaabaha laga gudbi kara intaasuu ilaahay sheegay isbiruu wasaabiruu waraabituu wataqullah intaasoo laysku hagaajiya macnaheedu waxa weeye doonidii safiinata najaah doonidii lagu nabadgelaya baa laga fuulay duufaanada iyo dabaylaha adduunyada isweydaaranaya ilaa la gaadhay lacallakum tuflixuun guushii kama dambaysta ahayd ee ilaahay lagu arkayo jannada dhexdeeda marka waxay noo faa'iideynayaan aayadaha aynu arkayno surcatu ijaabati illaahi subxaanahu liducaa ducada sida dhaqsaha ilaahay u aqbalo ereyga aada mar walba arkaysa qur-aanka dhexdiisa fastajaaba
فاستجبنا له فأذا سوحت المامسة تفيد الترتيب مع التراخي مع التعقيب ولا بدي الشيء واستبص عضو اسكحية مركا كل هدي سدا عد سيودي وسوق قديمين أنا أقول لكم مرة تشين به مركي بوا نواقب على إبائي الهول مركا إلى هاي بلام بوا نواق على يا مركا إبريدان أنا أقول نواني ذا نقبلي هدي أدابتي في عناد لما رأيه ودعوني أستجيب لكم مركا فاستجاب الله مركا كل هدي أد نيد ونعكسن يا أداب ونعكسن إلى هاي كبر يضه هنقنن بدي لهاي سلوك سبحانه وتعالى سورة هدي آخر إذا سورة الأنبياء وعذرك إذا أنبياء ذي يوم ذو لبوح كصع وضيع إلى هاي سنة خصاء هو أقبل سبحانه وتعالى وحين كفى إذا سنة إن رجع يدو مركا إلى هاي وشيء من ذكر أو أنثى أني لا أضيع عمل عامل منكم من ذكر أو أنثى لبي يندق متك استوى هذا قفك عمل فلا عمل كيس الله من مايو شيء جدا إلى هاي لفظ كان رجع يدو مر وشيء وحيث سنة مساواة الرجل والمرأة في التسابق إلى الله رقي يدومرك إني كسميهين ترتنك إلهي حقي سأل الله وجره إلهي حقي سأل الله ترتمي وفي ذلك فليتنافس المتنافسون رقي يدومرك أمام الله ويسميهين حق عملك عبادة ترتنك آخرة هالقل انت دين تفافين تيدا برشادة وحي خيره هولن رجو ماها مدى التاسئ وحرنتها يدمر كنا كريبينهين ماها سيدا هذه يتر ديمها كلا فاسد كها إلى هذا أما دمر كأو حقران أما وإلى هذا وحبال الشياطين وحركها الشيطان يجو عبادة ما يستاهلان يجو عين كنا يحفر بضان الداعي كشيطان ركوا حا لقنا مرمانا ترتن كإلى هاي حقي سلوا قلت رأي سيدا الله رأي اللي قلنا يو إن رجي يدمر با الله كلا نيريو بعضكم من بعض نتاسم بس يعطينا إنسانه ده واسنا شيء واسنا شيء إذا كوا سوى كلا شيء ترى قط مر كيد لين تمر كنا رجعنا لين على دقو حد شيء كتا إلى هاي وحكوح كتي سنة يكوان وح إلى هاي وحكوح كتي سنة محيطها ولا بتشين سوى سوى كلا شيء إذا كابا يسأبوا لهاي لبدي نبوان إذا نبوري وابا يسنا شيء أنباء حول هاي وكلا يحني ما شفته وحوله كلا يحني تاسنا وح يمر كا ليرجع لنا إنسا أولياء إله هنا أو أرضان رالي قلين تربي أي رالي قلين يا سبحانه وتعالى لصدا أما السبب تكسو دكتة آيات دون أوحى يتبعي لعذان علماء بالتفسير سحابي يدي حاسس كالنبي يكمي ذا هيدا أم السلام اللي ورين شري أي النبي سؤال ويدي سعى عليه الصلاة والسلام مركا أوحى يتبعي أوحى أنه أركا يضا مرار بضان رقا إلى هاي وشيغا وجهات كو كشيغا وهجرات كو كشيغا ودي أنه نوابان هجرون هولو بضان نوانو قلعي ورقا نوانو راعمي أوحى يكمي ذا هيدا dadalka dheer dadkii u soo maray xabashida u hijrooday bay kamid ahay allah ka raali noqdo markaas ay ilaahay jawaab u ka dhigay aayadan iyadoo markaas nusulka ay culimada qaar kood ku tilmaamaan waxyaabaha inuu ka faa'iideysanayna waxa kamid ah wujubu tadhhiyati lidiin diintu waxay u baahantay nafti huranimo qofku inuu naftiisa huro waa laga maarmaa bal arimaha ilaahay istaba galiyay waa wax dadka in fara badan ku adag فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا شن تعرف موت بس تبيع له شن نذن الله واحد كوجو ليس نيس الطريق أنا ذاك مركات برضو تذكرين هجرودان ويدينوا هجرودان ده ويس كأركت ما أنت نوح الله هجرودان محي إن دويا الله هلا دين تنا لق دين توابا لقسي هجرودان بقى يدل كذي يدل كي كوجارسين لها تد بضنا مصدقي كم يدي مال دين توبا كقالوا ما يسابي وسي هجرونيا وإن الدين تكجا نقصان تم ويانو دين كهلين وأخرجوا من ديارهم حيابه هيدتكم مرر كقارك الدين تو ضوقة تجاو حكم ذا هدي جوريسا لجو قبصلا أما دل كيسا دين درادة ضح لجاي بينو دل كيسا إسكتشوجو دين تكابا تجابا وأوذوا في السبيل وفي الصدمير أنا قد درادة بالله بيقوله قفقو لجاي بينو حملة غير كودين لاردي بو ودن كيسا إن لاردي بو maalkiisa in loo dhibo laakiin inta xambilaysay in diin ilaahay loo dhibo qofka ama alla daraadi way yartay marka taasina ilaahay si gaar ah u xusay wa qaatalu wa qutilu dadka qaar kood baa wa qutilu dun soo galo qaataluuba ku adagta marka wa qaataluudu horaysii rabbi qutiluudun hasugun intu gaal ku dilay way kifaaxeen oo way kifaaxeen oo istimaata ay la yimaadeen waxba lama hayn wax ay la hareen ma jirine ilaan u taagnaan may sidee qofka muslimka ah diintiisa iyo dalkiisa iyo dadkiisa
ayuu difaacayaa, dabeetana difaacaasuu ku dhimanayaa. isaga haba la dila, laakiin in iska fadhiyaya un inta la bukaasayo ee kow laga siinaya maaha. waqaataluu waqutiluu, waxyaabaha aynu ka faadaysanayn waa aayad. cadamu liqtiraar bima fii aydi lkufaar, aayadda waxaynu arkaynaa mid maanta muslimka halaagay buu ilaahay ka digay, ilaa ilaahay isagaa yaqaana, dadkii hore, dadka dambe, kuwa iman doona, qof walba isaga abuurayo, ummadahu siday u fikiraan iyo cuquusha bani aadamku isagaa yaqaana. marka inaan lagu kadsoomin ummad kale waxa hayso oo weliba shisheeye ah, oo adigoo laacaa sii eegaya, laaga ka sokeeya naarta, inaanad ku dhicin. walaa tamudanna caynayka ilaa maa matacnaa bihi aswaajan minhum zahrata alxayaati dunya linaftinahum fiih, waxba indhahaaga ha u taagin daal. walaa tamudanna caynayka, labadaada indhood sidaa ha ugu sii taagin. waxaanu nimankaa u dhiibnay zahra, bilicda yara, waa bilice, iska baabi'i doonaane, waxba indhaha ha u sii taagin oo ha u waalan. nebigu umaba taagi jirin calayhi salaatu wasalaam, kol haddii isaga lala hadlay ummadaha ka dambeeyaa la leeyahay, laydhka cas lagu shidayaa la leeyahay, khadka ha gelina. waa intaa hadda aynu ordaynay inu laana gaal uni gaadhsii magaaladiisa iyo baasaboorkiisa iyo daarihiisa, bal hadday dhex geeyo qaswulfikriga, waxa la ydhaa qaswulcuquul, caqligii baa laga qaatay dadkii muslimiinta ahaado. markaasaa da'yartii iska daa oo cid kale iska daayo aqoon-yahankoodii baa la uusmiirtay. maskax dareer wax la ydhaa ayay jirtay gaaladu ay yidhaahdaano muslimka intooda waxbaratay in lasoo uusmiirto oo meeshooda la geeyo si looga faa'iidaysto kharashka iyo waqtiga iyo tamarta innagaa ku bixinayna. ku kastoo BH D waddankeenna ka qaatay ama aqoon-yahan maadada aada u garanaya ah, waa la qaadanayaa, waa la qaadanayaa. markaasaa la dhaxal wareejinayaa ciddii wax laga faa'iidaysan lahaaba. qur-aanku wuxuuna barayaa cadaaladda inaynaan marnaba ka teginba. taa marar fara badan baynu soo xusnay, iyadoo ahlu kitaabkii ilaahay uu soo eedeeyey aada uga soo warramayba. haddana intoodii ilaahay rumaysay, yuhuud iyo nasaaraba haba koobnaadeene, halkana ilaahay uu ku xusay aayadda 199, wainna min ahli lkitaab. culimada taariikhdu markay dib u eegeen waxay leeyihin yuhuudda inta ka islaamtay ugu dhowaan waxaa lagu sheegaaba ama nebi maxamed waqtigiisii rumaysay ilaa 10 ku sheegaan. 10 baanu ilaahay ka tegin ummadaha dhan ee waxaasoo inkaaraad sameeyey markuu eedeeyey, wuxuu ka soo dhex qabtay intii wanaagsanayd oo aan lagu darin. sidaasay tahayoo qofku markuu shar iyo khayrba sameeyo, sharkiisoo qura lama sheego, khayrkiisa lagama tago, ee labadaba waa laysu eegayaa. waxaasoo khayr uu sameeyey waa ku ammaanaya, waxaa iska daaya xun. ummaddu marka ay isku jirtay dad wanaagsan iyo dad xun yihiinna, dee dad xunu laguma wada sheego, lama eedeeyo. qur-aanku cadaaladdu ina baraya, wuxuu ina barayaa sabirku inuu noocyo leeyahay. isbiruu wasaabiruu, marka sumuud iyo sabir baa jira. sabirkan waa qofku ka uu naftiisa gaar ahaan u sabrayo, daacaduu ku sabrayaa, macsiyada ayuu ka sabrayaa, musiibada ayuu ku sabrayaa. saabiruuna waxay sheegaysaa assumuud fii muwaajahati alcaduw, marka aada cadowga ka hortegayso musaabara la ydhaah, ficlu lithnayn weeye xagga luqa alcarabiya. saabara yusaabiru musaabaratan, macnaha waxa weeye isagii wuu sabrayaa, adigiina waa inaad sabirtaa. caqliga iyo cilmiguba waxay ku farayaan kii bilaadiinta hadduu sabray een ilaahay waxba ka sugayn aakhiro, adigu maxaa sabirka kaa qaaday? ila adigaaba ay inahay ayd inaad han weynaato, adigaa aakhiro ilaahay ku yididiilanaya subxaanahu wa tacaala. marka la sabirtama kii aan waxba hayna hadduu sabrayo, marka taa horena waa sabirkii shaqsiga ku gaarkaana waa sumuudkii weeye. musaabaraduna qofku inuu cadowga ka hortago oo thabaatu la yimaado diintiisa uu ku adkaado. muraabadada waraabituu waa dhufaysgala, difaac ku jira, ha ka soo bixina khadka hore iyo difaaca ku jirtaan. shaydaankaa difaac loogu jiraa, oo naftaa difaac loogu jiraa, oo gaalkaa difaac loogu jiraa. muraabadadaasina noocyay leedahay. muraabada fi ljihaad, dhufayskaa lagu jiraa kii jihaadka uu noqon karaa oo waa ka usoo horgelaya. xadiidkii saxiixu lbukhaari ku sugnaa nebigu wuxuu ku yidhi calayhi salaatu wasalaam, ribaatu yowmin fii sabiili illaahi khayrun min addunyaa wamaa calayha. jihaadka marka uu qof ku jiro dalka muslimka iyo diintooda uu difaacayo, inuu dhufayskaa frontlineka ama cadowga halka u horeysa lagala dagaalamaya ku jiro, waxay ka fiican tahay adduunyada iyo waxa yaalla, macnaha jannada lagu helaya halkaa, waxa ay ka fiican tahay adduunyada iyo waxa yaalla oo dhan.
muraabadada ama dhufayska waxay nagu jirnaa shaydaanka oo hujuum iyo weerar ayuu nagu hayaa aan kala go' lahayn. Markaynu cibaadaysanayno noocyadeeda kala duwan, dhufays baynu ku jirnaa iyo difaac, sidaa waxaa caddeeyay rasuulkeenni sallallahu calayhi wasalam, gaar ahaan salaada. Xadiis saxiix muslim ku sugan nabigu waxa uu yidhi: alaa adullukum bimaa yamxu llaahu bihi lkhataaya wayarfacu bihi darajaat. Wartadii uma idin tusiyaa wax ilaahay dembigana uu ku dhaafo darajadana kor ugu qaado. Haayana tusi weeye isbaaqul wuduu'i waqta almakaari, waa weysada oo la dhammaystiro oo lagu xarragoodo oo aan la hakranin marka naftu ay karahaysanaysay qabowga uu joogo. Wa kahratu lkhudaa ila almasaajid, masaajidada tallaabada loo badiyo, sii socodka soo socodka ilaa shaydaanku uu ku diidan yaho guriga iyo bakhaarku doonaya. Wantidaaru salaati bacda salaa, intaad salaa tukatay inaad haddana tii kala sugto. Dadka way ku adagtay inaad halkan fadhido oo aad iska wardido ama qur-aan akhrido ama cashar aad dhegaysato inta salaadii hore tukatay tadamana ku sugto. Qof ilaahay u sahla mooye way ku adag tahay. Wuxuu xiisaynayaa qofku inuu shaydaanku xulaya ka layri intii ilaahay haatan waad gudatay meeshan ha ku xayirmine, bannaanka istaag oo maqaaxida fadhiiso oo halkaas soo maro soo jiro inta cishaayiga la gaadhayo. Nebigu sirteennu ogiyo ilaahay baa u sheegay wantidaaru salaati bacda salaa, salaad intaad tukato ta kale inaad ku sugto. Intaa markuu israaciyey nebigu ayaa wuxuu yihi: fadaalikum ribaatu fadaalikum ribaatu fadaalikum ribaat. Ribaadka qur-aanka lagu sheegay, dhufayska lagu sheegay waa kaa oo waa kaa oo waa kaas buu nebigu yihi calayhi salaatu wasalaam. Waxaa kaloo sii xusay xadiidkii saxiixa Cuqbat ibnu Caamir uu warinayay, qofku hadduu dhufayska jihaadka uu ku jiro waxa loo qoraa buu nebigu yihi camalkiisi, camalkiisu kama joogsadee sida qofka sadaqada jaariga loogu qoray camalkiisuu socdo kale, ayaa isagana qofka ribaadka ku jira camalkiisu ugu soconaya. Markaa sidaasaa rabbi subxaanahu watacaala wax khayraho adduunye iyo aakhira ku jira aan waxba inaga qarinine ilaahay noo wada tilmaamay. Allah inagu hanuuniyahana inoo sahlo. والله سبحانه وتعالى أعلم. يا منزل الآيات والفرقان بيني وبينك حرمة القرآن، اشرح به صدري لمعرفة الهدى، واعصم به قلبي من الشيطان.